السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. من بعد رفض النقد الدنيا باطمه، فبزاف ديال المشاهير اللي تضامنوا معاها، وبزاف ديال المغاربه المتابعين ديالها اللي تضامنوا معاها، وكاينين اللي ضدها. ومن بين هاد المشاهير اللي تضامنوا معاها هو مصطفى الاغا، اللي نشر واحد ستوري اللي مكتوب فيه يمكن للإنسان أنه يكبر عدة سنين دفعة واحدة في لحظة واحدة أو في موقف واحد. هاد الكتابة ما كتبهاش غير من فراغ، فهو كتبها موجهة لواحد الإنسان معين، وهاد الإنسان اللي هو دنيا باطمة، اللي قال عليها أن هاد الكلام ديالي موجه لواحد الإنسانة اللي كتتعرض للتنمر. وراكم عارفين بزاف ديال الناس دابا اللي كيتنمروا عليها بخصوص هاد القضيه، اللي من بينهم كيقولوا انها حتى هي رأدت ناس في هاد الحساب ديال حمزه مون بيبي، وكاين الناس اللي كيتعاطفوا معاها على وديت بنياتها وعلى وديت الام ديالها واخواتاتها. راكم عارفين ديك البلاصه راه ما تبغيها حتى شي واحد، عدوك وما تبغيهاش لي. فاخوتي اش غنقول لكم؟ الله يدير شي تاويل ديال الخير. السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.